لو الحكاية فيها إن فيجو. حضرتك ليك حاجة هنا في العمارة دي؟ ليا محل كهرباء. هي العمارة وقت الساعة كام يا فندم؟ بالظبط الساعة 2 بالليل. وبعدين؟ بعد كده هوت الساعة 4 وقعت على مرتين، يعني مرة تانية الساعة 4 وقعت على ولد جوه كان بينكز راجل كبير و اللهم صل على النبي. وقعت على رجال المدنيين. حد اتعور او واحد حد بس اللي كان مصاب اللي هو اللي كان بينكز الناس. طب هو العماره دي مثلا ما جالهاش امر ازاله او حاجه ولا حاجه؟ لا احنا واخدين قرار بازاله دورين من البيت بس الحكومه ما نفذتش ولا الحي ولا اي حد. ماشي. طب وحضرتك كنت موجود ساعتها ساعه ما العماره وقعت؟ هي وقعت المره الثانيه جه، لكن في الاولانيه لا. فاول مره خالص كان حجر وقع، لكن بعد كده هوت الوقعه الكبيره اللي هو بلكونه وبعد كده بلكونه كنت موجود في الثالثه. فيجو.